جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها هم ناس ما جاتش باش واحد يفهم ويزيد يعرف فما باش يقولوا النجم الساهلي وكجاو برشلونة. فما الببليك كلير سومي ما نعرفش علاش ما جاوش، ما تعطيش قيمة. هذه توا اللي حكينا على اكسترا اوردينار واش كينك. ان شاء الله خويا اللي قالوا كل كي يصير واحنا مع الاطوال في كل بقعة. بدرة كما هذه تضع نجم في مسلك اخر جديد لتوفير موارد النجم لمزيد من الاشعاع لمزيد من التألق في خصوص حقوق النجم. الحقوق حاليا تنجم تكون محفوظة باعتبار ما هو موجود من قوانين في البلاد، لكن ربما للجمعيات الرياضية يستحسن أن يكون ثم نص خاص، لأنه الجمعيات الرياضية ما زالت حاليا ما هي جمعيات عندها النشاط اقتصادي نشاط تجاري، ولذلك يستحسن أن يقع سن وإعداد قوانين في نفس الوقت لمراجعة قوانين الجمعيات بالأخص الجمعيات الكبرى اللي هي حاليا تقريبا كلها محترفة وما عندها من الاحتراف في مستوى التقنين الاسم وحقوق اللاعبين وما عندهاش بقية الموجبات والمكونات لجمعية محترفة بأتم معنى الكلمة، وفي نفس الوقت بالطريقة هذه تدخل في الميدان هذا لبيع التسويق باش يكون أبارتير من شهر جانفي إن شاء الله أي آخر شهر جانفي في نقاط بيع دونك العادية اللي هي المكاتب. فما اتفاقية ممكن تصير مع شركة أريدو أن نحاول نستغلوا نقاط بيع أريدو باش نحطوا الألبوم تاعنا فيو اللي أو إس إس موبيل هي دونك الراعي الرسمي للألبوم. حاجة أخرى ما ذكرتش في الكونفرنس دو بريس أنه مع كل ألبوم باش يتم توزيعه باش يكون فما أون بوس جراتويت أو إس إس موبايل. فما هم أبوبري 30 ألف نسخة مش تتحط في السوق، دونك فما 30 ألف بوس أو إس إس موبايل باش تتحط في السوق. دونك ديجا مش نربحوا دونك حاجتين فرد وقت اللي هما مداخيل الالبوم وزيد المداخيل نتاع الاس اس موبايل اترافير دونك اكتيفاسيون نتاع البوس وقت اللي تشري انت الالبوم. دونك فوالا هذا هو نداء للجماهير للاقبال على دونك على المنتوج هذايا، وهكا نكونوا نجموا نساهموا في دونك اثراء خزينه النجم الرياضي. الفكره هي راه ماهيش مبتكره برشا، الفكره موجود في العالم. يعني تلاحظوا انتم كي تمشوا تفرجوا في كاس العالم والحاجه تلقى الفيفا عامله ان البوم بالنسبه للمنتخبات المشاركه. فما في الدوريات المحترفه الدوري الاسباني الايطالي البرتغالي الانجليزي كلهم عندهم ان البوم فوتو خاص بكره القدم المحترفه. احنا الحقيقه وقت اللي شفنا كل هذا موجود وكل شيء واحنا في البلدان العربيه ما عندنا حتى جمعيه عندها ان البوم، فكرنا باش نعمل الالبوم هذايا اول مره في تصير في جوهره الساحل سوسه مع النجم الرياضي الساحلي. دونك هذا عموما يعني، والحقيقه قينا كان الدعم من النجم الرياضي الساحلي، لقينا ترحاب بالفكرة وعقدنا الشراكة هذه إن شاء الله، وإن شاء الله اللي هي لمدة 5 سنوات، وإن شاء الله يكونوا هما يعني خلينا نقولوا وفق قاعدة شراكة يعني وين وين يعني ولا غانيون غانيون، إن شاء الله يكونوا هما مستفادين من الاتفاقية واحنا كذلك نساهموا في تطوير كرة القدم المحترفة في بلادنا. Do you want to be famous?